تحذيرات وتهديدات تتصاعد حدتها مجددا بين الولايات المتحدة وإيران على وقع ما تراه واشنطن استفزازات إيرانية. في جديد هذه التهديدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أعطى الأمر بتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز السفن الأمريكية في الخليج. إذا فعلوا هذا، إذا عرضوا سفننا وطواقمنا وبحارتنا البواسل للخطر، فلن أسمح بذلك وسننسفهم نسفا. هذا تهديد. الرئيس الأمريكي كان يشير هنا إلى واقعة حدثت منتصف الشهر الجاري عندما اقتربت قطع حربية إيرانية من سفن تابعة للبحرية الأمريكية في الخليج العربي. تصريحات ترامب حظيت بتأييد كبير من قبل عدد من أنصاره الجمهوريين، ومن بينهم السيناتور لانسي جراهام الذي اعتبر أن هذه الطريقة هي الوحيدة للتعامل مع هذه التهديدات. أما على الجانب الآخر في إيران، فقد أثار التهديد الأمريكي ردا كلاميا تصعيديا، فعلى لسان قائد الحرس الثوري توعدت طهران واشنطن برد وصفته بالساحق على أي قطع حربية أمريكية تهدد السفن الإيرانية في الخليج. الترشق الأمريكي الإيراني لم يقتصر على هذا الأمر، وإنما تطرق أيضا إلى القمر الصناعي العسكري الذي أطلقته طهران الأربعاء. فبينما قال الرئيس الأمريكي إنه يتابع الأمر عن كثب، طلب وزير خارجيته بمحاسبة إيران على إطلاق القمر، معتبرا أنه يشكل تحديا لقرارات مجلس الأمن الدولي. في المقابل، تحدث رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني عن مفاجآت جديدة في الطريق وفق تعبيره. وتقول واشنطن إن التكنولوجيا البالستية المستخدمة في إطلاق الأقمار إلى المدار يمكن أيضا أن تسمح لإيران بإطلاق أسلحة أطول مدى ربما تحمل يوما رؤوسا نووية. في المقابل، تصر طهران على نفي أن مثل هذا النشاط ستار لتطوير الصواريخ البالستية، وتقول كذلك إنها لم تسعى أبدا لتطوير أسلحة نووية.